داري دارك مع وجهها جندوبي، قديه شهرين نجي وراك؟ شنو هو؟ وين شهرين تجري؟ مش شهرين تجري، انا جاوبتك وانت ما عاودتش طليت على الميسنجر نتاعي. تبري شفت انا اول ايميسيون ياسر ياسر عجبتني و وعطيت رايي، كتبت ما تعرفني ما نسكتش، قلت ياسر ياسر محلاها واش خاص كانت تعيط لي. دونك فوالا انا نستنى فيك مدام مادموزيل. يا مرحبا، وفريمون ما تصورش قديش فرحانه. والتايمينغ تعرف شنو التايمينغ؟ هي فينالمون مريقلين عنا برشا ما نحكي، وفي الحجر الصحي وفي رمضان ورجعنا الخدمة هكاس. لا عندي والكوفر في وفي اليوم مبروك علينا الكل، وفي الكوفر في وفي الحمد لله. به دونك لي بوليميك دي جوغ، عندنا الكوفر فو، عندنا حكايه لي انستغراموز اللي مشاو بحذا الوزير الاول، الدنيا قامت وقعدت. انا ما فهمتش علاش، لا انا لا انت نحب انستغرام، خاتينا ما خليني نستخدم يا خويا شيرنا فيهم. بعد جوستمون خلي العباد تخدم وهاوي باغي معناها نوعيه جديده نتاع خدمه دخل فلوس، العبد ينتج يتحرك، فكره جديده معناها علاش لي انا حاجه واحده نبدا نقول ان شاء الله لو كونتينو يبدا به معناها معمر في فايده معمر هكا في حاجه اونتر بارونتيز. الديجيتال وجهها انا وياك ما كان يعني لنا شيء يا اخي سنه بالزهر. انا داري دارك رجعت فيا الروح، معناتها لي 4 سنين ما خدمتش، وانتي بالخياطة كيف كيف، معناتها الفرستراسيون تاع الحرقة ما تعديتش في الوطنية، بالخياطة هك حضرت وظهرت ونجحت وخذيت اون ديستانكسيون دايوغ تي اي ان بري. دونك فينالمون ديجيتال انا وليت نمن بيه برشا. هو راهو ديجيتال احنا تخلينا مع صغارنا ايمي أمين، خلينا مع وليداتنا ديجا والزوم هذية والدنيا راو تخلينا بالسيف حاجة. دوزيامو وي غزمو اللي احنا نتبعو اللي نواكبو هالحاجات هذوما، على خاطر ما عندكش حتى بوسيبيليتي أخرى باش تنتج، ده مسكر على روحك، ما لا عندك جمهور يتفرج فيك، عندك برشا خنقه تحب تخرجها اون توك ارتيست باش تخرج في حاجه ارتستيك. دونك ما العمل كيفاش يلزم تتحرك؟ الخياطه جات من الفرستراسيون هذه، معناها من الخساره، سي ان برودوي اللي العباد ياسر ياسر حبته وتبع فيه وتطلب فيه. وثاني حاجه فرستراسيون اللي اكبر اللي انا قلت باش نخدمه كمان الخياطه، ما خذيتوش التلفزه الوطنيه، انا باش ناخذ لو ريسك وباش نمشي ندق على البيبان وندبر فلوس وباش نمشي نصوره ونعديه على الفيسبوك ولا على اليوتيوب ولا ما نعرفش شنو، لكن المهم باش يخرج من الخنقه نتاعو ويمشي للبوبليك. زادت هذيك كيف كيف ما نجمناش نعملوها، على خاطر باش تخرج تصور في ديكور ولو حتى ان سول ديكور ومسكر نجم تعقم وتعمل كل شيء ولي كوميديان ودرا شنو، اما حاجه مانيش فاهمينها بالحق. للكوفيد 19 ما كناش فاهمين مخطر للدرجه ديك، شنو ينجم يعمل، بالك شي حاجه راقده وبعد بسم الله الرحمن الرحيم تترشق علينا كي قنبله. دونك قلنا على غالب مانيش باش نصوروها، دونك ايش نعملوا؟ نعملوا مد التليفونات، عرفت كي الاطفال هاي مد التباشير والطليصه والاردواس، مدوا تليفوناتكم وهيا نخدموها ونشوفوا. على نيونس انتم دبرتوا سبونسور، وهذه حاجه مهمه برشا، خاطر كمان يسمع عباد محلاها كي واحد يتعب ويخلص، فهمت؟ دونك هذيك الفازة اللي عجبتني، وين انت وين وراك كاردونا ديكسان يظهر لي هكاك. دونك انا قلت حتى انا نحب نجرب، دونك هاو الكريم جبت معايا ماهوش سبونسور يا خمسة نشجع في روحي، مش خليه هوني هكفا ماشي ما يكلموني غدوة هك خسلت بيه انت مستعمل، انا لتو ما استعملت. الوغ نرجعوا لحكاية زوم، انت تتسمى شنو قلت لي؟ معناه انت توا كيف حطيته هكيك بالسيف
بصيف عليهم يلزمهم يتصلوا بيا. انا لقيت راهو كات بيتي سبونسور راهو باش يبداو توا تشوفوهم محليهم من نوفو سبونسور. سينو نرجعوا كيفاش انا وياك اليوم الصباح متفاهمين باش نسجلوا حلقتنا بكري. انا نحكي كل شيء راهو اللي يتفرجوا في داري ذاك يا اخي. انا وزوجها صغارنا في فرد مكتب. دونك انا حاشمه منها خاطر رونديفو نص نهار حاشمه منها باش نقول لها اسمع راهو لندي والقرايه وغرقت والامبريمونت ما تخدمش يا اخي. كلمتني هي قالت لي امان نوخروا شويه راني غارقه في القرايه. دونك كيفي كيفك كيما الامهات الكل يظهر لي مهبلين هالدروس في الدار. والله مهبلين حاجه جديده. اما بالحق معناها هي باهي باش الوليدات يقعدوا ديما يقرا والكل. اما زيد ياسر صعيبه صعيبه بالحق. انا ما عنديش بيداغوجي باش اللي مستنس بها ولدي يقرا بها اكل الطافه والسياسه والكل. انا يلزمو يفهم توت سويت ويلزمو يخدم توت سويت ويلزمو يعملها صحيحه توت سويت. دونك بالنسبه لي خاق وبالنسبه لي انا زيد كيف خاق. بيبو الحمد لله ما عاد الحمد لله شحال قعدوا ثلاثه جمعات وكها وان شاء الله يتعدى هالكوفيد وما عادش نسمعوا به جمله. J'ai fait mes petites recherches, madame, pour l'émission تاعي. Déjà, فما غلطة كبيرة على عمرك يظهر لي في الويكيبيديا, ما نعرفش كان فايقة بها. أنت تقول على عمرك ولا؟ قول. ها؟ أنت تقول. قول أنا عمري 47 عام. حاطيني 60 مش بعيدة. فوالا، إكزاكتومون. قلت واه شنو هذا عاد مش بوتوكس مش زريرق والولايات كيفاش جبدتو 55 اي اي يحركوا لي في الجوله يا ميت اي نتاع عمري 60 وكنت ماخذه عماده طرابلسي هكا. فما اجواء قاعده تدور فهمتيش ما فهمتش علاش ما فهمتش. دونك كملت نقرا فرانشمون جدي قطاح عشق حكايات منام نتاع روسيا قمره سيدي محروس لوتيل نعوره الهواء نسيبتي العزيزه الرئيس بوليس الدوامه الحجامه فلاش باك المايسترو شور بالحرقه كنزه عفشه بوبيك بوسا. ايه مدام اختيش ترقدي وكيكو مانيش خالص نعمل اللي نحب عليه خدمه. هذيك 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 خدمتي معناها شنو تحبني نعمل بخلاف هذا شنو ما نعرف نعمل حتى شيء اخر بخلاف اني نكتب ونعمل في تياتر وياسر نحب ونخدم مسلسلات في ادوار مزيانه كيف ما انا نصورها. شنو عندي باش نعمل بالحق معناها هذه معناها هذه عيشتي هذه موندويا هذه ريتم متاعي ونتسامى مانيش خالطه برشا حاجات قاعده في مخي دورو وتحب تخرج مازال فما حاجات اللي تحب تعملهم بياسور مازال برشا حاجات. مازال السينما اللي هو بالنسبه ليا مازال موندو ماهوش ياسر حطيت فيه جواجية معناها فريمون السينما مازال المسرح والتلفزه تبارك الله tu as fait tes preuves ama cinéma vraiment 3-4 films sans plus حسك ما tu t'es pas impliqué ولا هما ما عيطولكش ما نعرفش شنو هو العلاقه من هنا ومن هنا منا ومنا هما ما يعيطوش. كانت فما فكره انه ممثلين التلفزه على رواحهم وجوههم ياسر مستهلكه دونك والسينما يحب الوجوه اللي مش معروفه ما فهمت ما يحبش اكزاكتومون ما عادش اوغوزمون ما عادش دايور اوغوزمون ما عادش على خاطر الممثل ممثل يخدم تكنيك التلفزه يخدم تكنيك التلفزه تكنيك المسرح يخرج اللي عنده في المسرح والسينما زادت تخدم تكنيك اخرى معناها مانيش ما نخدموش بنفس الطريقه في ثلاثه حاجات. وجهه كان نعملوا سونداج اليوم سونداج بالحق في تونس نتصور انك الممثله المفضله نتاع تونس معناتها نحكي على الكابيتال سامباتي اللي عندك عند الشعب حاجه
غريبة. زعما اسكو سي خاطر لي بيرسوناج نتاعك ديما هكا تضحك وزاهيه ولا انت طبيعتك والا الستاند اب الوان مان شو كومون تو اكسبليك سو معناتها اون امبرسيون كو تو لا كوزين دو تو الموند الناس كل تحس روحها ياسر قريبه ما فماش هكا ديستانس نتاع ستار عرفتك اللي او وجهه اللي يعرفك في الشارع راهم انا ينقزوا عليك بوس منا ومنا ويحكيوا معاك تقول يعرفوك ما فماش هكا الخوف على خاطر سي ان شوا من الاول بالكل من الاول اخترت في الشيء اللي باش نعمله يكون ياسر قريبه من الناس معناها لي سوجي اللي نختارهم في المسرح مثلا يكونوا ياسر قريبي اللي يتفرج يلقى روحه يلقى مشكلته يلقى تصويرته يلقى وجيعته يلقى حلمته اللي محلاها نهزه ساعات نمشي نحلم انا وياه نشيخه ساعات نقول في بلاصته كلام هو ما ينجمش يقوله جو كريتيك انا في بلاصته مثلا ساعات نحسه بحاجه متعدي هكيكا ما شافهاش نحسه نقول له ارجع اجا شوف راهو فما مشكل يلزم نحلوه الناس الكل شخصيات كيف ديما نختار شخصيات اللي تكون قريبه من العباد نحب نكون في وسط العباد خاطر انا ياسر نمل اللي الفن يلزم يكون للناس ماهوش لينا نحن وحدنا معناه كي نقول انا مثلا نخبه داكورد تنجم تعمل حاجات للنخبه تنجم تعمل حاجات ثقافيه تجريبيه تنجم تعمل لكن وهذا اللي انا نعمل فيه واللي نحب ياسر نعمل فيه دونك هذاك بتيتر اللي قربني للناس فما حاجه اخرى انت صريحه على الاخر معناتها اللي يصير لك في حياتك تي زامور تي ديسيبسيون تي بونور تا بين ولدك معناتها شفت نسيت انا هوم لي انيماتور قال كيفاش توري ولدك ما تخافش من العين الوغ كو لي توري ولدك موت بوك الله يرحمه معناتها تو بارتاجي تا بين وقفوا معاك طون بوبليك وقف معاك شدك في موت بوك معناتها كوم لعب رقم 11 عندك اللي اللعب رقم 12 وزيدا فما سوجي فريمون ما تصورش قداش عجبتني الريبونس نتاعك حكيتو على الخيانه الزوجيه وتا ريبونس تري سبونتاني معناتها على شكون نتبانس ويصير وان سو ريليف وشنو هي المشكله اكل الصراحه وك الجرأه نتاع اللي فما معناتها شنو وين المشكله وين المشكله بالحق وين المشكل اذا كان انا جو سوي ان اتر هومان يا ربي معناها وفي مجتمع معروف مجتمع عربي متطور في حاجات متخلف في حاجات نتعايش رجال ونساء عندي صاحباتي عندي حبيبي عندي فاميلتي معناها الناس كلها تعيش في نفس الحاجه مانيش انا اكسبسيونيل عندي حاجات يلزمهم يتخبيو ولا يلزمهم ما يتعرفوش ولا لا عندي جرم يلزمه ما يتعرفش ولا عندي لطف حاجه كلي بسم الله ما يلزمهاش تحكي لا جو بارتاج تو ونحب ميز اكسبيريونس والحاجات اللي انا تعلمت منهم نحب نعديهم للناس ونحب نقولهم عليهم وما يقلقنيش ساعات نقعد ونكتب نهبط ببليكاسيون على الفيسبوك كلموني يقولوا لي لاباس نقول لهم ليه والله لاباس اما انا حاجه هذيا عشتها قبل حبيت ان نوصل لكم وكاو تو سامبلومون اليوم الصباح كارا لتمبست خاطر في بالك عندك رانديفو معايا واش كتبت لهم الحديث فن اللي ما يقدوش قلت لك شي تحكي عليا المره هكا والنجم نحكي عليك حاجه سوزيتي العزيزه الغاليه سوزي وين ندور من اللي صغيره من اللي نحب مثل يغزر يقول انا لوجي جندو بيدي جي اختها الصغيره أختي ما كنا خدمنا وقت اللي خدمنا في الوتيل في سلاح السيد ربي يشفيه بيقول سي با بوسيبل كيف تقولكمش أخوات تقولوا توا هكا بجاه ربي تقول لنا أخوات إذا سي أون فيغتي أنا كان نولي في الربع متاع السر اللي عندك سام فا تخي بيان حتجي بكلك سر باش نحكيو على آخر سوجي نعرفوا اللي يهمك برشا خاطر الفنان في تونس السيتواسيون نتاعو ما تعجبش بالكل توا انت مثلا السبيكتاكل نتاعك في المسرح
اتقص، المسلسل اللي كان بشي تبث اتقص، عندك ستاتيو، عندك أوراق، عندك حاجة، معناتها كان ما جيتش قارية حسابك وترد بالك وعندك شكون معاك وتغزر القدام وترد بالك شكون بشي خلص مكتب ولدك، شكون بشي خلص مكلتك اللي ثلاثة شهور في الدار معناتها. دونك حكاية ستاتيو دي لارتيست هذي فريمون نعرف اللي تهمك، و ان بلوس دو نو با ات بايي نو با افوار دو غارانتي سي تيريبل. نعاني فيها من نقبل، وانا ملي كنت نقرا وباش نتخرج ما حبيتش نقري، ما نحبش لونسينيمون. فما ناس تعرف تعملو، انا جو سوي ارتست، جو سوي دون لا كرياسيون، ملي نرقد واللي نقوم وانا نتخيل ونستخيل ونحب الشيء هذاك نحطه في الحقيقه. قالوا لي لا ما عندكش الحق، يلزمك تقري باش تولي عندك شهريه، باش تولي عندك سنسيه، باش تولي عندك كارتة باش تداوي بها، باش تولي باش تولي باش تولي. قلت لهم علاش ما يكونش الممثل عنده شيء هذا؟ علاش ما تكونش بالحق؟ معناها خدمه واضحه معروفه، عندها ورقاتها مقنه، ترتح نفسانيا، وعبد يبدا يخدم وهو شايخ. علاش يخدم ويبدا مرعوب؟ يبدا مرعوب، ولا علاش يلزم ويخدم في برودكسيون ما تعجبوش؟ على خاطر تو سامبلومون كان ما يخدمش ما ياكلش على طول العام. وفي رمضان مسلسل يعيشوا به العام كامل، وان شاء الله ياخذوا على مسلسل اخر، شوف يخدموا شوف لا. معناها فما ممثلين اللي وصلوا في عمر حاجه توجع على الاخر، معناها من شنو هو الشيء هذاك ما عندوش. دونك شو نقول انا؟ نقول ثلاثة شهور ما خدمناش والكل تو تسلم. اما لاختيتش محمي من 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 الدوله، شنو باش يصير له؟ هذاك علاش يلزم الستاتيو؟ معناها يلزمها كي لافوكا كي لو ستيف كي الممثل. واضحه قانونيا ش الكونيكسيون داخله بعضها. وجهه ما عادش نسمع فيك. المسؤوليه كبيره جو بونس سورتو للنجوم، معناتها لي ستار فوز افي ان رول. عندنا وزيره ذكيه توا يلزمكم تمشيو وتحكيو معاها وتلقاونا حل. واجهه كلمه الختام يا مدام، تسمع فيا؟ ماكش تسمع فيا؟ باهي رجعت كونيكسيون. قلت لك الختام يا مدام عندي مشكله. الحلقه اللي قبلك جبت جلال بريك يا اخي، بوز انكرويابل، فوتنا لي 100000 هبط هكا دمعه ولايتي تري توشان مانيفيك، فوتنا 100000 فيو. عندك 40 ثانيه باش تعمل لي بوز، تكربس شقل بروحك، اعمل ستريب تيز، القى حل. انا نحب صوت امورك اختي، هاني انا ساكته تصرف. استنى انا وسبونسور. ايش سبونسورك بري لك هذاك؟ استحات الاستحالات، انا نكربس لك ولا نعملك حاجه واحده؟ انا نقولها انا مانيش بتاع بوس حتى تعرف، انا بتاع خدمه. حاجه واحده نحب نقولها، نحب نقول اللي انا باش نحب نقول للناس اللي سالوني برشا على الخياطه، قالوا لي علاش الخياطه وقفت وكنتم مونستنا في رمضان وكل شيء. دونك باش نرجعوا للخياطه، باش نرجعوا نصوروا، باش نعملوا دي مومون اغريابل، حاجات محلاهم، باش نرجعوا هكا نقعد شويه مع بعضنا، باش نصيفوا مع بعضنا. دونك خلنا اقعدوا بالحق، تفرجوا فينا حتى لين نوصلوا رمضان ان شاء الله، تشوفوها في تصويره اخرى اشب. ميرسي ما جوميل. حبوزينك. ميرسي عزيزتي، بون شانس بور لا سويت، وبربي نو شانج ريان، اقعد هكا الناس تحبك وانت تعرف علاش. عايشك ميرسي بوكو امول. بوكو برشا عزيزتي، تشاو. سالو تو الموند.